خطة شاملة تعدها الحكومة اليمنية لتقييم عمل المنظمات الانسانية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية بعدما اكدت تقارير ان هذه المنظمات انحرفت عن اهدافها الانسانية لمصلحة الحوثي مصادر أكدت أن الحكومة ستعقد لقاءات مع هذه المنظمات في عواصم عربية لمراجعة أعمالها ومن ثم العمل على تعديل مسارها بما يخدم الأهداف الإنسانية التي وجدت لها في اليمن. المصادر أفادت أيضا بأن المسؤولين في الحكومة الشرعية بدأوا بإعداد هذه الخطة لمراجعة أداء وتقييم المنظمات الدولية ووضع برنامج للمراجعة الشاملة وتحديد سياسات كفيلة بتفعيل أدائها بعيداً عن أجندة الحوثي. إذ إن التقارير الأخيرة تأكدت وجود خلل في أداء عمل هذه المنظمات، وأن برامجها الإنسانية والإغاثية تخضع للميليشيات بشكل مباشر. من خلال تسخير المعونات الدوليه من اجل خدمه اهدافها، وكانت الميليشيات منذ سيطرتها على صنعاء عملت على تقييد عمل المنظمات، ومنعت اي تحركات الا بموافقه الجماعه، وفرضت عليها عناصر لتسهيل التحكم بها، كما انشات هيئات مهمتها التحكم بالتحركات الانسانيه والاغاثيه. وكانت التقارير اكدت ايضا ان غالبيه سكان صنعاء لم يتلقوا اي مساعدة غذائية خلال السنوات الاخيرة منذ سيطرة الحوثي على صنعاء وان هذه المساعدات تذهب الى اتباع الحوثي وسط مطالبات متكررة من الحكومة اليمنية للمنظمات الدولية والاممية بنقل مقارها من صنعاء الى عدن، هناء فواز العربية.